المؤمنين و و و و فليسوا سواء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يعني لجزيرة العرب خاصة لا يجتمع فيها دينان، هذه خصوصية جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، هذه الخصوصية مثلما لهم خصوصية اليوم في بعض ديارهم لا يسمحون ببناء المساجد. يعني انظر الفاتيكان إلى اليوم لا يسمح ببناء مسجد في الفاتيكان لأنها أرض مخصصة للنصرانية ولمذهب معين أيضا من النصرانية. فإذا كانوا قد جعلوا لأنفسهم خصوصية في بعض أماكنهم وفي بعض ديارهم ألا تقام فيها معابد غير معابدهم، أفلا يكون لنا الحق بذلك ونحن أولى منهم بهذا بهذه المسألة؟ كذلك أيضا يعني شبهة إنه يعني يعني نحن يعني كما أنهم أننا نبني مساجد عندهم فهم يبنون كنائس أو معابد عندنا. طيب هل نقول أيضا كما أننا نسمح أو كما أننا يجب أن ندعوهم إلى الإسلام في ديارهم ونقوم بتبشيرهم بالإسلام ودعوتهم إلى الحق أن نسمح لهم بذلك في ديارنا؟ لأنه سيؤدي إلى هذا، ومن يقول بهذا فهو مرتد لأنه أباح الكفر والدعوة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم يعني هل لأننا نريد لمن يسكن في ديارهم أن يتعبد بالإسلام وأن يعني يتعبد في مساجد المسلمين نرتكب مفسدة في ديارنا؟ يعني نأتي على رأس مالنا الذي هو الدعوة إلى الإسلام أو الإبقاء على الإسلام في هذه الديار؟ يعني لا أدل على سماحة دين الإسلام يعني في ما عدا هذه الجزيرة في أنه أبقى على كنائس النصارى وأبقى على بيع اليهود ولم يعني وكل حتى العلماء قالوا إذا هدمت ظلما يعني يجوز إعادتها على اعتبار أنها كانت موجودة حين دخل المسلمون. أما إحداث هذه المعابد يعني فإن الله تبارك وتعالى حرم ذلك. فإذا يعني هذه الشبهة تسقط بهذه الأجوبة التي طيب محمد